ما تدخلش بقى بمنطق ايه اصل انا هغيره، اصل انا هغير الصفه دي، او هغير دي معناها عدم قبول. اسمحي لي بقى يا دكتوره، يعني على محمل كلمه حضرتك دي، هل بالفعل الانس يعني الطبع بيغلب التطبع، ولا الانسان اللي فيه طبع لا يمكن هيتغير؟ يعني لا هي تقدر تغيره او هو يقدر يغيرها مهما حدث. انت مع المقوله دي ولا ايه؟ انا يعني شايفة ان انا مع المقولة دي، بس مش هي اللي هتقدر تغيره ولا هو اللي يقدر يغيرها، كل واحد يقدر يغير نفسه. يعني التغيير من الذات نفسه. انما العلم بالتعلم وانما الحلم بالتحلم. لكن قصة ان انا هغيره او هو هيغيرني، لا. هو على فكرة حتى بتحصل كتير في الشباب، بيجي للبنت والله يلاقيها مثلا بتشتغل، انا مش عايزك تشتغلي. يلاقيها بتلبس لبس معين، انا عايزك تغيري لبسك لستايل تاني. اوكي. ويبتدي يغير يغير يغير. لو البنت يعني طوعت في كل حاجة، ما بتبقاش هي نفسها اللي هو أعجب بيها أساسا وجالها، ولا هي نفسها اللي كانت، وبيبتدي هو يبص تاني لواحدة تانية. يعني حضرتك تقصدي بمعنى كلامك إن هي لما بتقول حاضر 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 في التغييرات اللي هو بيقولها أو بيطلبها، ده بيقلل من 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 من, من شخصيتها قدامه هو، فبيكتشف إن هي واحدة تانية؟ لو حاضر في كل حاجة اوكي، ما هو انا ما ينفعش ابقى مسخ، ما ينفعش اتحول لواحده تانية. صحيح. لكن انا لو هو قال لي على حاجه ولقيت ان الحاجه دي مقنعه، صح، يعني مقنعه مقنعه وهتضيف لي، هتكون احسن أوكي. بالنسبه لي، ايه المانع ان انا اقول حاضر؟ هو مش عنده وخلاص. يبقى كده هي اتغيرت علشانه هو، لا علشان هو اقنعها، عشان اقتنعت بالصح. صح كده، تمام اوكي. ولقيت نفسها، يعني ممكن انت تلفتي نظري لحاجه، صحيح، الحاجه دي ما كنتش واخده بالي منها، بس انت لما قلت لي لقيتها كويسه، صحيح، فاقتنعت ونفذتها. ايه المشكله؟ صحيح يا دكتور. طيب.